والأمير فرحات، الليموزين ستصل في 12. شكراً لك آنسة كيهول. جامعة الملك لن تبقى على حالها من دونك. بالتأكيد لا آنسة كيهول، فأنا مجرد شخص عادي. صحيح، فطوال 300 سنة كان هنا أفضل الشباب. من سيأخذ غرفتي؟ هل هو ابن رجل ثري آخر؟ ننتظر شابة، إنها عبقرية. لسوء الحظ هي من عائلة متواضعة، لكن يفترض أنها موهوبة. أوه، كدت أنسى أمراً. هذا لك من والدك العجوز ومن جميع الصبيات المنجم رقم 34. حسبك وهلا. ها أبي، أنت أروع أب في هذه الدنيا. اعذرني قليلاً سموك. أنتما تتكلمين معنا؟ إنكما توسخان السجادة الثمينة بالوحل. أنا جد آسف لأنني عودا على الفور إلى حقلكما الموحل من دون دوس السجادة. آنسة كيهول، ألم تقصي عليهما قليلاً؟ أعرف كيفية التعامل مع الطبقة السفلى. على المنظفين دخول من باب الصيانة. انتبهي وإلا سيصبح شكلك أسوأ من هذه السجادة. والآن اسمعي، أخبريني أين مكتب العميد ولتفعل ذلك بسرعة. اخرجا من هنا على الفور. حسناً، سأمزق هذه الرسالة التي يتوسلون لي فيها للمجيء والعيش في هذا المكان. هذه الرسالة للآنسة سوانسون. صحيح، الآنسة تيلدا سوانسون. أنت تيلدا سوانسون؟ أجل، بشحمها ولحمها. والآن هل تركتني أودع والدي؟ سأحضر لك غرفتك. سيدي، الطائرة في انتظارك. هل أردت قول شيء؟ لا، لا شيء. نذهب من هنا لو سمحتي. لا تنسي، أتوقع اتصالا منك كل مساء تيلدا. بالطبع أبي. إلى اللقاء. أنا أبدو سخيفة. لا أحد يرتدي سترة جامعة الملك ويبدو سخيفاً، ولا حتى أنت يا آنسة سوانسون. جيد، متى تبدأ الصفوف إذن؟ عند 7 تماماً. أوه، لدي ساعتان. أين هي المكتبة؟ المكتبة؟ أليست هذه جامعة يا آنسة كيهول؟ بلى، بالتأكيد، اتبعيني. تعلم يا سنارشكوف أنه لا يسمح لأحد بالوصول إلى الصحراء المحظورة منذ قرون. كنت أفكر في أن تقوم باستثناء صغير وبسيط أيها الملك. لا أستطيع خرق قانون عمره عصور لكي تحفر وتستخرج النفط. هناك محيط من النفط في الجزء الشمالي الغربي. ما الذي يجعلك متأكداً؟ قمت باستكشاف ذلك عبر حدسي. اسمع، هذا مكان ملعون تسبب بكوارث ومصائب لا تحصى. إنها حكايات النساء العجائز أيها الملك. سنارشكوف، لن أسمح لك بأذية شعبي. كما تريد أيها الملك. جلالة الملك. نعم بن،
وصلت طائرة سمو الأمير فرحات. أخيراً عاد ابني إلى الديار. أهنئ جلالتك في هذه المناسبة السعيدة، وسوف أنفذ أوامرك حرفياً. غرفتي، أخيراً غرفتي، كتبي، منظاري، سريري مريح جداً. رائع. لا أحد يحضر فطائر مقلية شهية الرائحة هكذا. بن صديقي، أهلا بك يا سمو الأمير. دعني أخذ واحدة. مرحبا فرحات. ظلي، ماذا حصل لك؟ بحثت عنك طوال 4 سنوات. في الواقع كنت معك طوال الوقت، لكنك ما كنت تتكلمين. كان الطقس باردا ومطرا جدا، والآن أصبح مشمسا وجيدا مثل ميامي، وقد فتح شهيتي على الطعام. إلي هذا. أنت رائع بن. عودي إلى هنا. لا يمكنك أخذها مني، هذه الفطائر لي. عودي إلى هنا. هذا يكفي فرحات، والداك متشوقان جدا لرؤيتك. سأصفي حسابي معك لاحقا. أهلا بعودتك يا سمو الأمير، أنا والجميع اشتقنا إليك كثيرا. لن أقول الشيء نفسه. سأسعى لتنفيذ أوامرك في أقرب فرصة ممكنة. أبي فرحات. بني، لنفعل كما كنا نفعل في الماضي. أخيرا عاد ابني إلى الديار. هل ما زلت تعطي أمك قبلة؟ أمي، حلمت كثيرا بأنني في الصحراء معك أنت وأبي. سنفعل ذلك مجددا، الآن أنهيت دراستك، يمكنك البقاء هنا بني. لن أتركك هنا لتجابه حيل سنارشكوف بمفردك أبي. عبدول، إنه أفعى تفحه لكن لا تلسع. ما دام كذلك، فلماذا ازداد عدد الطوابق في مبنى بيتروغلوب 20 طابقا؟ لقد أصبح راشدا. إنه على ما يبدو غير مكتف بالسيطرة على نصف نفط العالم، يريد أن يحفر في الصحراء المحرمة. من المستحيل أن يفعل هذا. إنه عديم الضمير وخطر جداً، وهو غبي ويظن نفسه ذكياً. كنت سأرميه خارج البلد منذ سنوات، لكن أمه ولدت هنا وهذا يعطيه الجنسية. لا أستطيع فعل شيء. سأقوم باستخراج النفط من أي أرض أريدها. أنا أحفر حفراً صغيرة في الرمل ثم يأتي الدفق. ثم المزيد من الحفر، والمزيد والمزيد والمزيد. كل شيء جاهز سيدي، نحن في انتظار أوامرك. غدا بعد بضع ساعات فقط سنرى عواقب رفض جلالة الملك لطلبي. سأحفر الحفرة الأولى بيدي. إن الشر يحييني. أراقب برج العقرب، برجي المفضل. تعلمت الكثير عن النجوم في أكسفورد، ولكن عندما كنت أتحدث عن قوى السحر كان الجميع يسخرون مني. من الصعب تقبل أشياء ليس لها تفسير منطقي. أمي، يظهر إيغوخان في الصحراء المحظورة، صحيح؟ لازلت تذكر ذلك؟ أحلم به، أحياناً يساورني شعور بأنه خلفي تماماً. لطالما تمتعت بإحساس مميز جداً، ولم تطأ قدم أحد تلك الأرض منذ تلك اللحظة، وقد كتب لها أن تمر 7000 سنة، ومن ثم سيصل شخص منتظر، وهو أمير سيجمع الأجزاء 7، وبقيامه بذلك سيهزم الشر. طاب مساؤك سمو الأمير الصغير. استيقظ فرحات، أردت القيام بهبوط لولبي بالطائرة. كراشو، طيري يا عزيزتي الغالية. نعم طيري.
أرأيت فرحات؟ إن الصحراء كريمة بنفطها، لكنها تحتفظ بالماء لنفسها، وهي تملك الجزء الأفضل في الصفقة. أبي، أرجوك انعطف. ماذا رأيت بني؟ لا أعلم، عد وحسب، أرجوك. لا أرى شيئا غريبا. أبي، يجب أن نهبط. لن نهبط، لا نستطيع ذلك بني، فهذه الصحراء المحظورة. أعلم، لكن في جميع الأحوال علينا الهبوط. افعل ما يطلبه منك عزيزي. والآن هل شرحت لي ماذا يجري؟ لقد رأيت شيئاً. لنعد إلى الطائرة. لقد رأيت شيئاً. لا يجب أن نكون هنا. ناقص ثلاثة، ناقص اثنين، واحد. لا. أبي، أمي، أجيباني، أخبراني أرجوكما أنكما حيان. نحن بخير، هذا ما أظنه. إنها معجزة أن نبقى على قيد الحياة. عبدول سنارشكوف، ذلك الثعبان الخبيث المخادع، كان يجب أن أكون قاسيا معه. لولاك أنت بني. ابن الحبيب، أنت نعمة من الرب. لطالما رأيت كل ما لا يراه الآخرون. يجب علينا أن نعود إلى العاصمة على الفور ونمنعه من التسبب بالمزيد من الأذى. سنتبع الكثبان الرملية ولن يستغرق الأمر أكثر من ساعتين. مهلا، لحظة. فرحات، ما الأمر؟ اسمع، لم أشعر بوجود القنبلة، بل شعرت بوجود شيء آخر ويزداد شعوري به. مثير جدا، جميع النصوص القديمة تتفق على هذه الأسطورة الغريبة. عندما يحين الوقت لذلك وتمر الألفية السابعة على كل ما حدث، سترتفع ظلال الشر وتظلم الأرض. لم أرى عاصفة رملية كهذه. اسمع، ما كان هذا الصوت؟ إنه الريح. فرحات، ماذا يمكننا أن نفعل بني؟ في هذا الوضع سنبحث عن مخبأ ما برأيي. سوف تعصف الرياح وستذبل النباتات وتتلوك الأفاعي الجائعة. فرحات، لقد وجدت ملجأ، انظر، حتى إن هناك مياه للشرب. هل أنت بخير عزيزي؟ وبينما تنتشر إشارات الانبعاث المشهور حول العالم. ستغزل الرمال كالمغزل لأسر الأبرياء. أمي، أبي، لا لا، أمي، أبي، عودة. وعندما تهتز الأرض ستفتح أبواب جهنم. هل تحتاج إلى مساعدة عزيزي؟ حلك هيا. ابذل جهدا، أسرع هيا. ظلي. الآن يجب أن أعثر على أبي وأمي.
لماذا تقفون هكذا؟ عودوا إلى العمل. ولكن يا سيدي، هل ترى السماء؟ هذه لعنة الصحراء المحظورة. أنتم أيها المغفلون تخافون من عاصفة بسيطة؟ أنا سوف أشغل هذه الآلات بنفسي. تمهل يا سيدي، تمهل. انزلني. أنا لا أخاف من أي شيء، لذا لا مجال للعودة. أفسح المجال، هيا. هذا لا يصدق، ليس حقيقيا. بل هذا حقيقي جدا. أنت؟ أجل، كنت نائما طوال 7000 سنة أحلم بهذه اللحظة. إيغو خان؟ أجل، إيغو خان، إنه كابوس أحلامك الطماعة وقدرك الذي لا مفر منه أبدا. أنت مجرد دودة تتنقل تحت قدمي. أنت المنتظر بالتأكيد، الأمير المميز، نصير المضطهدين. انتهت قصتك قبل أن تبدأ. سحر التخفي. آسف، لكن يجب أن نسرع، لدينا موعد. أين أنا؟ أخرج من هنا. أخرج من هنا، هذا بيتي. عقرب الناطق؟ بما أنك شاب بلا ظل فلن أرمي لآلئي عليك، كما أنك في حال سيئة. لنرى ما لدينا هنا. من الجيد البدء ببعض شمندر الماشية. نقطة من أسيد البطارية، افتح فمك. لا أريد أن تسممني. إنه شراب منشط سيفيدك. كيف أتأكد؟ ربما أنت ناطق لكنك تبقى عقربا. هناك أشخاص يسممونك وأقارب تنفعك، لا تنخدع بالمظاهر أبدا أيها الفتاة. هذه قنبلة. طريقتك غريبة في التعبير عن نفسك. انتهينا؟ وبالحديث عن القنابل، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ها؟ القنبلة. لا تعرف سوى هذه الكلمة؟ ابتلعت الصحراء أمي وأبي، ثم جرت الرياح ظلي، وبعد ذلك ظهر إيغو خان. ماذا ستفعل إذن؟ سوف أقاتل طبعا، يجب أن أنتقم لوالدي. لا يمكن أن تحارب الشر بالشر، فأنت ضعيف، وأرى أنك لم تخوض معركة واحدة. كان أسلافي محاربين أقوياء. كانوا يعرفون كيفية استخدام السيف. هي يعرفون حركات دفاعية ويعرفون القوي من الضعيف. أخبرني، هل تستطيع تعليمي؟ ولماذا أعلمك مهاراتي؟ لا تنخدع بالمظاهر. أنت تتعلم سريعا، لقد مدحتك كثيرا. ما اسمك يا فتى؟ فرحات، وما اسمك أنت؟ أنا عقروب، تشرفت بمعرفتك. لماذا تتكلم بشكل مضحك؟ إنك لا تشبه أي عقرب التقيته. أنا من مدينة جيرسي، والجميع يتحدثون هكذا. أين نحن يا عقروب؟ ماذا يجري هنا؟ كل شيء في وقته يا صديقي، تعال معي، لقد بدأت مغامراتك للتو. عندما حاول الشرير إيغو خان إيقاف شاريمان، انكسرت البلورة السحرية إلى 7 أجزاء وطارت إلى أبعد أطراف العالم. ولكن قيل إن أميراً نبيلاً سيصل وسيعيد جمع الأجزاء 7 عندما يتجه ذيل برج العقرب نحو برج الجوزاء. بما أنك ما زلت مستيقظة، أستنتج أنك لم تنهي فرض الفيزياء بعد. لم أنهي فروضي كلها، بل انتقلت إلى مواضيع أكثر إثارة للاهتمام. هذا فرض علم الكون، وفرض علم دراسة الأرض، وعلم السبرانية، وبعض الاقتراحات حول كيفية جعل الحياة أفضل في مستشفى الأمراض العقلية هذه. جامعة الملك ممتازة كما هي. بالمناسبة، قرأت للتو عن أروع ظاهرة في الكون. لقد تحول اتجاه ذيل برج العقرب في الأيام الأخيرة، وجميع علماء الفلك منذهلون، وأنا أستطيع أن أفسر ذلك. إن برج العقرب بعيد عنا 1000 سنوات ضوئية، ولا يهمنا على الإطلاق. لكن ركزي فقط على ما أطلبه منك يا أنيسة سوانسون. يمكنك أن تعملي على مشاريعك الخاصة خلال أيام العطل.
كفى سخافات، اخلدي إلى النوم. يوم الجمعة سيزور اللورد ستانلي الجامعة، وهناك 27 مشروعا عليك قراءتها حتى ذلك الحين. ليس هناك أحد. لكن إيغوخان على مسافة قريبة. إنه مدفون تحت رمال الصحراء المحظورة، وقد استيقظ الآن ومهمته هي تدميرك، لذا يجب أن نتأكد من عدم تمكنه من الوصول إليك. رقاقات السيليكون وطرخون وبقدون سفرنجي. ماذا؟ سحر الحماية. ماذا؟ ماذا فعلت؟ ابتكرت حاجزاً مانعاً للشر. سأحميك بينما تتدرب على مواجهة التحديات. ابدأوا بالحفر. ما الذي تنتظرونه أيها الأغبياء؟ قلت احفروا. لا نستطيع فعل ذلك. أيها الأغبياء، لا أحد يعصي أوامر عبدول سنارشكوف. سأريكم كيف تقومون بذلك. أيها الرجال، هناك شيء غير مرئي. هذا السحر، لا عجب أنهم يسمونها الصحراء المحظورة. ما كان يجب أن نزعجها أبداً. رهيب، أحضروا ديناميتاً على الفور. هذا سيغضب الصحراء كثيراً. هل تجرؤ على عصياني؟ سوف أقضي عليك. لا، بل أسوأ من ذلك، سوف تحرق. الصحراء تنتقم. النجدة، النجدة، لنخرج من هنا. ألم تروا عاصفة رملية من قبل؟ يا له من جدار. سنارشكوف. من هذا؟ أردت رؤيتي. ماذا؟ من أنت؟ وماذا تريد؟ من أنت؟ سوف أجعل الرياح تهدأ لكي تراني. لما تفعل كل هذا؟ ها؟ يمكنني أن أفعل هذا وأكثر. يمكنني نقل الرياح وحمل الرمال وهز الأرض لأنني إيغوخان. لا، هذا كابوس، أيقظوني. أنت مستيقظ بالفعل سنارشكوف، وأنا أيضا استيقظت أخيرا بعد 7000 سنة. تقول الأسطورة إنني سأجد رجلا شريرا سأعقد معه اتفاقا، وأنت سنارشكوف تم اختيارك. شكرا لك، لكنني لن أوقع شيئا، لذا سأعود الآن لأنقب عن النفط. يجب أن ندمر فرحات. فرحات؟ لكنه ميت أصلا، أنا فجرته بقنبلة من نوع سم. لقد تعرضت الطائرة الملكية لحادث. لا تحاول أن تلعب ألعابك السخيفة معي سنارشكوف. لقد حاولت قتل الفتى، لكن الأمور لم تسري كما خططت لها. تعال معي، لدي شيء سيفاجئك حتما. لدي موعد عند 3 صباحا مع طبيب الأسنان، أرجوك. أهلا بك في مسكني القديم. هل أعرفك إلى ضيفي؟ الملك والملكة، جلالتكما، تسعدني رؤيتكما مجددا. خفت من أن تكونا قد أهلكتما في ذلك الحادث. لا تخاف سنارشكوف، لا يمكنهما الخروج من هنا أبدا.
أنا أخاف؟ ما هذا المكان؟ إنها المتاهة التي تمت فيها لآلاف السنين، لكن اللحظة المنتظرة جاءت أخيراً. قريباً سوف أبسط قوتي على العالم كله، وأنت ستساعدني. حقاً؟ كيف؟ إن بحر النفط الذي كان هنا في باطن الأرض غذاني لقرون، لكنه يكاد يجف، وأنا بحاجة إلى المزيد. أحتاج إلى المزيد والمزيد لكي أنتصر، وأنت ستمدني به. هل من اعتراض؟ لا، بالتأكيد لا شيء من ذلك، لكن على ما سأحصل في المقابل؟ قل لي. بداية سأدعك تعيش. هل هذا كل شيء؟ ستعرف لاحقاً. ولكن ما علاقة فرحات بكل هذا؟ إن مهمته هي جمع أجزاء شارمان عدو الأبدي. إنه في الصحراء ويتدرب على يد قوى خارقة ونحن نتكلم. ماذا ننتظر؟ لنذهب ونسحقه كما لو كان دوداً؟ لا، يحميه حاجز سحري لا يستطيع أحد خرقه حتى أنا. إذن يجب أن نستخدم الذكاء بدلاً من القوة، ربما لدي فكرة. هذا هو الكلام الذي أحب سماعه سنارشكوف. اخدمني بإخلاص وأنت أيضاً ستستمتع بانتصاري. يا لها من مأساة، لقد توفيت العائلة الملكية كلها. كانوا يطيرون فوق الصحراء المحظورة هناك. وأنا أقول إن فرحات ما زال حياً. بن سيدي، فرحات كان بمثابة أخ لك، صحيح؟ سنارشكوف تمادى كثيراً بتنقيبه عن النفط. من المستحيل أن يكون قد نجا من الصحراء. هناك مخطط يحاك. هاي أنت، يريد سنارشكوف رؤيتك حالاً. ماذا يريد هذا الرجل من بن؟ بن عجوز مسكين، لا تعلم مدى أسفي لإغلاق قصر العائلة الملكية المحبوبة، لكنني لم أنسى أمرك. بانتظارك مركز يتطلب مسؤولية كبيرة في مبنى بيتروغلوب. هل تراه؟ العواصف الرملية التي تهب من الصحراء تجعل النوافذ متسخة دائما. اغسلها جيدا، يمكنك أن تبدأ من اليوم. إنه يستمتع بإذلالي، لكنني سأكتشف ماذا حصل لفرحات. ما زال أمامنا 8 كيلومترات أخرى. ماذا؟ فقط ليس من الحكمة أن يتوقف الرجل فجأة، ألا تعلم هذا؟ ليس من الحكمة أن أضع نفسي بين يدي مجنون مثلك. قف، لا نملك وقتا كافيا، ويجب أن تتعلم فن استعمال السيف. الآن أنا متعب جدا، وأين سأجد سيفا على أي حال؟ سيكون هذا سلاحاً ممتازاً. سحر السيف. لا أصدق هذا، أحقاً صنعت هذا من حجر؟ الحجارة تعلمك الكثير. مثل ماذا؟ مثل نعمة الصنع. سيفك كجزء منك، ارفعه، ارفع يديك، رأس السيف إلى الأمام. حرك قدميك وكن سريعا. أخطأ، قلت لك ألا تغمض عينيك. إننا لا نتقدم، أنت لا تأخذ هذه الأمور على محمل الجد. سحر تكبير الحجم، دافع عن نفسك يا فتى، أرني شجاعتك. لديك الشجاعة، لكن ما زال ينقصك الكثير لتتعلمه، لذا لا تتباهى كثيرا. كم سيستغرق الأمر بعد؟ حياة بأكملها، لن تتوقف عن التعلم أبدا. قسم القدماء النجوم إلى 88 مجرة سموها تيمنا بالآلهة والأبطال أو الحيوانات، كبرج العقرب مثلا، أتعلم أين هو؟ أنتاريس، قلب العقرب. هذا صحيح يا صديقي. هذا اسم يوناني، ولكن للكثير من النجوم أسماء عربية، مثل النسر والطائر والحمل والجدي والثور وذيل العقرب. هل ترى شيئا غريبا هنا؟ تغير اتجاه ذيل العقرب، حصل ذلك يوم فقدت والدي، لابد أن هذه إشارة ما. الوقت قد حان.
يعتقد الناس أن الملك والملكة متوفيان. لو يعرفون الحقيقة، هم لا يعرفون أن الملك والملكة سجينان لدي، وأنهما مسجونان بداخل متاهة غريبة تحت رمال الصحراء. أكمل أكمل. ولا يعرفون أيضاً أن فرحات حي، وأنني سأجده قريباً وأقيده بإحكام بجانب والديه. فرحات على قيد الحياة، كنت أعرف ذلك. ما الذي يفعله هذا الغبي؟ تجاهل. كما كنت أقول، فقريباً سأمسك فرحات، وحالما تصبح العائلة الملكية كلها بين يدي سأجعله طعاماً للوحوش. يا إنسان، سمعت ما يكفي. خشيت أن يؤذي نفسه، لو فعل لفشلت الخطة. لقد نصب الفخ الآن. هذا الغبي العجوز سيقدم لنا فرحات على طبق من فضة. لا أشعر بوجود الماء. هذا يعني أنك لست عطشا. نحن العقارب نستطيع البقاء لسنتين من دون ماء. ماذا لو حفرت حفرة؟ طبعا، لكن يجب أن تعرف أين يجب أن تشعر بوجود الماء. أصغي إلى الصحراء، ركز. أشعر بالعطش. لا بأس، أصغي إلى حنجرتك الجافة. أغمض عينيك. وجدتها، انظر إليها. أحسنت، لكن إن أردت التفوق علي فعليك إيجادها قبلي. حاول مجددا. ألا تشعر بشيء؟ ركز. أتعني المزيد من الماء؟ لا، بل هذه الرائحة. أي رائحة؟ رائحة فطائر بن الرائعة التي لن أخطئ في التعرف إليها. انتظر. بن، مهلا يا فتى. ولكن ما بك؟ هل تظن أنك مستعد لتجاوز الحاجز؟ صدقني يا فتى، دعه يمضي في طريقه والتبقى أنت هنا. ماذا فعل هذا المغفل؟ بدلا من البحث عن فرحات يحضر الفطائر المقلية. إنها فكرة ذكية أيضا. هذه هي طريقته في جذب فرحات. لكنه أعز وأقدم صديق لدي. ماذا إن باعك وأصبح يعمل مع الأشرار؟ هذا محال. بن، بن. فرحات. ماذا يحصل الآن؟ بن، فرحات ولدي. حاضر، عقرب، ابتعد. إنه ليس خطرا، إنه صديقي، لقد أنقذ حياتي. إنه عقرب. هل لديك مشكلة في ذلك؟ إن العقرب مخادع له ذيل سام، ودوس العقرب أشبه بقضم الظفر. أنا مخادع؟ هل تصدق صديقك؟ كان من الممكن أن أسممك أيها الرجل، ولكن بما أنك عبرت الحاجز العازل للأشرار فإننا نثق بك. حاجز؟ ولكن أي حاجز؟ انسى الأمر، هناك الكثير لأشرحه لك. لكنني أولا سألتهم هذه الفطائر كما كنا نفعل في المنزل. لا أشعر بهذا، فأمي وأبي لم يعودا موجودين. هذا غير صحيح. سنارشكوف يأسرهما. اصمت، لا تتكلم بصوت عال. إنهما على قيد الحياة في المطار. يجب ألا يعرف، فقد يتسبب لنفسه بالقتل وهو يحاول تخليصهما. إنه ليس جاهزا بعد. ليس هناك وقت للحزن، في انتظارنا عمل كثير، صح؟ نعم نعم، بانتظارك وقت عصيب يا فتى. سحر تكبير الحاجب. حال جيدة. قطعت شوطا كبيرا يا عزيزي، ماذا ستفعل الآن؟ ها؟ سوف أستفيد من هذا. خنجر في ترسانتي؟ إن هذا ليس خنجرا أبدا، إنه سلاحي السري. سحر تصغير الحجم. أين أنت؟
لم أقصد. هاي، كانت ضربة رائعة. أنا فخور جدا بك يا فتى. تكاد تصبح محاربا حقيقيا. كل ما ينقصك ظلك. ظلي؟ لقد أخذته الرياح بعيدا ولا أعرف أين هو. لم تكن الرياح وحسب، من الألم والخوف، لكنك الآن أكثر قوة وتستطيع استعادتها. يا لظل هذه الصخرة الغريب، إنه لا يشبهها أبدا. هل أنت تمزح؟ نحن متطابقان تماما، وإن لم يعجبك هذا فيمكنني أن أكون ظل شجرة. لا تبدين ظل شجرة بالنسبة إلي، بل تشبهين شخصا أعرفه. غير صحيح، أنا لم أرك أبدا. أنت ظل فرحات وأنت كذلك منذ 20 سنة. فرحات مات في الصحراء. أنا لم أموت يا ظل، انظري إلي. أنت وهم شبح، ابتعد عني. لا تخافي، عودي إلي. يجب أن نكون معا لنحارب الشر. ها؟ لا. أرأيتي؟ أنت ظلي، إن هجمتك تهاجمين، وإن توقفت تتوقفين. فرحات ظلي. ألم يحن الوقت لأن نخبره بأن والديه أسيران؟ أخبرتك أن الفتى يملك ما يتطلبه الأمر. هما حيان؟ أوه لا، لقد سمع ما قلناه، والآن سيكون من المستحيل إيقافه. انظري هناك، لابد من أن هذا مدخل المتاهة. فرحات انظر. أمي، أبي. لا تقترب أكثر بني. لماذا؟ لأن الأسطورة أصبحت حقيقية، وحدك تستطيع هزم إيغوخان وإنقاذنا. لكنني. لا فرحات، لا يمكنك مساعدتنا، يجب أن تتركنا قبل فوات الأوان، ما زال أمامك طريق طويل. لن أتخلى عنكما أبدا. لا تخف يا فرحات. لن ينفصل عنك مجددا. فجميعكم ستموتون في هذا اليوم وأنت أولهم. ما هذا؟ تريد خوض معركة معي؟ سوف أفعل ما تريده أيها الشاب. هذا اليوم هو يوم انتصاري، عندما يقتل الأمير المنتظر تعود شارماً إلى ثباتها الأبدي. ماهيرا هودشين شماني إنكي. اتبع طريق شارمان، ولن يستطيع أحد إيقافك. طريق شارمان؟ نعم، هي ستدلك على الطريق. أغمضي عينيك واهربي. لا. هذا ما أسميه تهورا يا فتى. كان من الممكن أن تفسد كل شيء. كان علي أن أحاول تحريرهما. إن أردت هزم إيغوخان فعليك أن تجد أجزاء شاريمان السبعة. أعرف ذلك. حقاً؟ وهل تعرف أين وكيف ستجدها أيها الفطين؟ سيكون عليك تتبع كل طريق محدد، ولهذا السبب أود أن أعرفك إلى زينيم شخصياً. إنه كيميائي وعالم رياضيات ومنجم لامع وسيدي سابقاً. هو أيضاً أراد العثور على شاريمان وإعادة السلام إلى الكون. لقد درس كل النصوص القديمة لسنوات وسنوات، أجرى اختبارات وراقب النجوم ليتوقع بدقة الزمان الذي ستعود فيه شاريمان إلى شكلها الكامل. لذا رسم خريطة دقيقة مع تعليمات وأعطاها لعقرب يافع ذكي جدا من أسلاف نيوجيرسي، طالبا منه حمايتها حتى وصول الأمير المنتظر. وقد مارس سحرا على هذا العقرب فجعله وسيما قويا لا يقهر. وأنا كنت أنتظر حتى أخبرك القصة منذ ذلك الحين. هل كنت تنتظرني هنا طوال؟ طوال 972 سنة وأربعة أشهر. هيا ألقي نظرة على هذه الخريطة.
سررت بالعمل لدى زنيم، لكنني أخشى أن يكون خط هذا الرجل سيئا. ماذا تقول؟ تسألني أنا؟ أنت هو المنتظر. لا أستطيع أن أفهم منها شيئا. ماذا؟ انتظرت طوال قرون لأحصل على فتى ليس قبيحا وحسب، بل أمي أيضا. لغة قديمة لا أعرفها. يا رمال الصحراء اللاهبة، نحن تائهون من دون تعليمات زينيم. ولكن كما كان يقول نسيب أنجوس ماكتافيش، لا يستخف أحد بالحجم الصغير. سأعود إلى جامعتي في إنجلترا وأطلب من أحد ترجمتها. ذلك الفتى كان محظوظا، لكن في المرة القادمة أقسم بأنني سأقوم بسحقه. سوف نقطعه إلى أجزاء صغيرة ونحوله إلى لحم مفروم. هكذا ستقمع شاريمان إلى الأبد، ولن يعيق شيء سيطرتي. إن الحاجز السحري على وشك الزوال، يجب أن نتحرك ونمتطي البساط السحري، إنه هدية من زينيم. كان نسيب سفين أولاف زين يقول الخردة لا تصلح لشيء. أتعني أنك لا تصدقني؟ انظر وتعلم يا صديقي. أسكران ميهار شيوان جيرزغوك. ما؟ يبدو أنه هو الذي تعلم. الجملة السحرية كانت طويلة. أعتقد أن علينا إيجاد طريقة أخرى. هذا سهل يا رجل، سأسحر نفسي نسرا. اركب أيها الفطن، سنذهب إلى بنجلترا، إلى دينجلترا، إلى إنجلترا. هو اسم البلد وهو بعيد جدا، سنحتاج إلى شيء أسرع من طائر ضخم. سوف أطير بسرعة الصقر. لا لا، نحن بحاجة إلى طائرة. طائرة؟ سأشرح لك. أنت تستمر في قول كلمات مضحكة. للطائرة جناحان مستقيمان طويلان ودوافع تحركها. جاهز بيل؟ انطلق. هيا اصعد يا بان. أيتها الصحراء اللاهبة الجميلة، أنا أتحرك. يا سنجلترا، نحن قادمون. فات الأوان، لقد غادروا مخبأهم اللعين. ومن هذا؟ زينيم؟ إن سحره يساعد فرحات. اللعنة، لقد عملت طويلا لهذا اليوم، أليس كذلك؟ ولكن كل شيء سينتهي، فقريبا سيصبح فرحات مثلك مجرد غبار، رمالا وترابا. هذا مؤثر، لكن في الوقت الحالي فرحات يهرب، لا أحد يدري إلى أين. هل تشك في قدراتي أيها الفاني الغبي؟ أيها الدودة. لا تخف عبدول سنارشكوف. ماذا ستفعل؟ أين يذهب فرحات؟ سأكون خلفه، ولكن أولا يجب أن أجمع قواي. أريد نفطا لأتغذى به سنارشكوف، أريد مئات آلاف البراميل. بداية جيدة لشراكتنا. نكاد نصل. جيد جدا، بدأت أشعر بأن قوة السحر بدأت تضعف الآن. هيا أغلقا أحزمة الأمان. أين جهاز الرجوع إلى الخلف؟ ها هي جامعة الملك هناك. سأتحدث إلى الأستاذ أوغلفي، فهو متخصص في اللغات القديمة، إن مكتبه هنا. سمو الأمير، يا للمفاجأة، بماذا يمكن أن أخدمك؟ هناك ملف أريد رأي البروفيسور أوغلفي فيه. أخشى أن البروفيسور أوغلفي تقاعد في الشهر الماضي. سافرنا كل هذه المسافة السودان؟ ما كان ذلك سمو الأمير؟ أنا فقط أشعر بخيبة أمل كبيرة. لا داعي لذلك، فالأنسة سوانسن تشغل منصبه في الوقت الحالي. نعم، الفتاة العبقرية، التقيتها وأنا مغادر، سأطلب منها أن تراه. سمو الأمير، آسفة جدا، لكن الأنسة سوانسن مشغولة. في هذه الحالة، إلى اللقاء. حسنا يا أنسة كيهول، سأراك لاحقا. هل جننت؟
سوف أعرض هذه الورقة على شخص في جامعة أهم. أوه. بما أنك أنت الذي تطلب ذلك، يجب أن أقوم باستثناء. تفضل. يا ويلي، هذا مزعج. آنسة سوانسون. سبق أن أخبرتك آنستي، الأمير فرحات. تشرفت، نادني تيلدا. هذه فتاتنا. تيلدا، هل تلقين نظرة على هذه الورقة؟ اللغة الكلدانية ترافقها رموز غامضة كتبها عالم كيمياء في القرن الحادي عشر. نسبة الخطأ 5%. هل يمكنك ترجمتها؟ نعم، انتظر لحظة. عندما يصبح ذيل العقرب جاهزاً للهجوم، فإن ضوء البلور السحري سيضيء من جديد. لقد تغير وضع ذيل العقرب قبل بضعة أيام، لذا هذا النص لا يتنبأ بهذا الأمر فقط، بل يربطه أيضاً بظهور شاريمان. الشاريمان؟ أنجزتي المهمة، تمت دراسة النص وترجمته. إلى اللقاء سموك. لا، ابقى. آنسة سوانسون، عودي إلى عملك. أبعد تلك المرأة عن وجهي في الحال. الأمر آنسة كيهون. سمو الأمير، هذه الشابة تابعة لحكومة جلالتها، لذا يجب أن أطلب منك الرحيل. اسكتي أيتها العجوز القبيحة. ممنوع إحضار الحيوانات إلى حرم الجامعة، لكن أي نوع هو هذا؟ إنه عقرب. هذا رائع. ستعود شاريمان إلى بريقها بعد 7000 سنة. هل تعرفين الأسطورة؟ أوه نعم. هذا كل ما كنت أفكر فيه منذ أن وجدت هذه الرسوم. رسمت هذه بنفسي. هذا يعني أنك الأمير المنتظر. إنه هو، لكن ما لا نعرفه هو أين ومتى يمكننا أن نذهب لأخذ البلور السحري. إنها مسألة فك الرموز التنجيمية. ماذا؟ ما ترونه على هذه الورقة هو خريطة نجمية تخبرنا بمكان وزمان حصول الحدث الكبير. وكيف نتأكد؟ يجب تحليل مركز الشمس والكواكب، هذا كل شيء. وبوب هو عمك. سوف يظهر البلور السحري مرة أخرى في التيبت على جبل تانغارلا، تماماً بعد 8 أيام و14 ساعة و7 دقائق. هل تقولين إنك تعرفين أين سيظهر البلور مجدداً؟ هذا صحيح تماماً. وتعرفين أين أيضاً؟ إنني أحاول إخباركم بذلك منذ 3 ساعات. لا أفهم شيئاً، لكن هذا لا يهم. هيا بنا إذاً. بالتأكيد، إن فوتنا هذا الموعد فستختفي شاريمان إلى الأبد. مهلاً لحظة تيلدا، هذه مهمة خطرة جداً، وأنا لهذا أنت بحاجة إلى شخص مثلي. أنا سأخذ فقط ما هو مهم، كتبي وحاسوبي ومجموعة ألعاب الكوالا خاصتي. ماذا؟ بن، هل تستطيع أخذ أغراضها؟ لا مشكلة. أين ذلك الحيوان الضاري؟ يجب القضاء عليه. العقرب؟ ذهب من هناك، كان هناك أشخاص يصرخون طالبين المساعدة. هيا بنا أرني. لا، هذه كذبة، عودا إلى هنا. سوف تندمين على فعلتك هذه. هل انتهيت الآن؟ بالتأكيد فعلت. وأنا أيضا. لدى الفتاة شجاعة كبيرة. هل معك سيارة؟ لا، لدينا وسيلة أخرى. يحب أبي أن يقول يا للروعة. أين أغراضي؟ بما في ذلك الكوالا. بعد كل هذه السنوات ما زلت أجهل كيف يقوم بذلك. سنصل إلى التيبت في الصباح. يجب أولاً أن نذهب لزيارة أبي في مناجم الفحم. أمامنا 8 أيام سوانسون. أرجوك نادني تيلدا، على أي حال لن أغادر من دون توديع أبي، وهذا كل ما عندي. لنذهب إلى مناجم الفحم. هل أبي في الأسفل جيم؟ أجل تيلدا، في النفق 23. شكراً. من هذه الفتاة؟ إنها ابنة نيجل، وهي تعرف هذه المناجم عن ظهر قلب. لا تفكر بإشعال الكبريت، من الممكن أن نموت جميعنا احتراقاً.
لماذا سيحصل ذلك؟ بسبب غاز اسمه غاز المناجم، وهو موجود في مناجم الفحم وسريع الاشتعال تماماً مثلك. أتعني أنه قابل للاشتعال؟ الناس الذين يهتمون باللغة لا يستخدمون هذه المصطلحات. اعذرني لأنني أتنفس. هناك رائحة لا تعجبني. لا تدع مخيلتك تخدعك. أنا حساس جدا عزيزتي. أبي. إلا ماذا تفعلين هنا؟ من المفترض أن تكوني في الجامعة. أتيت لأودعك لأنني سأرحل. حسناً، لنسمع القصة منذ البداية. أتذكر ما أخبرتك عن إيغو خان الموجود في الصحراء؟ هذا فرحات الأمير المنتظر الذي سيهزم الشر وينقذ العالم. انظر هنا يا فتى، يمكنك أن تبدأ بإنقاذي فلتتخلص من حماتي أرجوك. إياك أن تقول أن ابنتي كاذبة. نايجل، لقد كنا نمزح. هذا النوع من المزاح مقرف. تلك الرائحة ما زالت موجودة في الهواء. إنه إنذار بوجود غاز المناجم. لا مهلاً، هذه الرائحة ليست رائحة غاز. أنت لا تعرف شيئاً عن غاز المناجم. إنه محق يا أبي، انظر هناك، انظر. أنا أدعى إيغو خان، وسوف أحول هذا المنجم إلى قبر لكم. أسرع أبي. أنت متأكد من أنه ليس هناك مخرج من هنا؟ هناك عمود التهوئة، لكنه على ارتفاع 365 متراً. انظر هنا. لنلقي نظرة. أسلك ثالثاً على الفرامل الآن. لا وجود للغاز بسبب ما أطلقناه من شرارات، وهذا أمر جيد. ماذا سنفعل الآن؟ هل بإمكانك تسلق 365 متراً؟ إنه قادم الآن. شاليم شامان شالينكي. ماذا لو أطلقنا المزيد من الشرارات؟ سحر اللعب. حاذر إيغو خان، أنت تعرف ماذا يحصل لمن يلعب بالنار. يجب أن يهتم بهم جيدا. مضاد للتجمد، خلاصة المطاط، نيتروغليسيرين، والقليل من الثوم والأرمونياك لتخفيف طعمه. هيا أسرع. كيف يصير الأمر؟ هناك شيء ناقص. ما هو؟ هيا أسرع، نحن على وشك الاصطدام. عندما تبتسم العيون الإيرلندية، عندها يمكن الإحساس بالربيع. نعم، هناك مكون أساسي ناقص. ما هو؟ أنا لا أذكر. سأطفئ المحركات. هذه هي النهاية. مهلاً، لقد وجدته. بالطبع، كم أنا غبي. سيصبح سحر طيران من دون شك. إذن ربما تكون لطيفاً وتخبرنا ما هو. ريشة نورس بحري، هذا واضح. واضح جداً. نحتاج إلى ريشة نورس بحري. ريشة نورس بحري؟ كيف سأجلب واحدة؟ حصلت عليها. انتهيت. Ah!
لو لم أرى ذلك بعيني لما صدقت. لقد نجحنا. هذه ليست سفينتي، إنها واحدة جديدة. قد يكون سحرا للطيران، لكنه أيضا سحر لعصري. جاهزان؟ واحد، اثنان، ثلاثة. حظا موفقا، لكن مهلا، كيف يفترض بي أن أهبط بالسفينة؟ هذا سهل حضرة القبطان بادي، اتجه نحو المحيط وانتظر زوال اللعنة. وإن لم تصل إلى هناك تذكر ما كان يقوله نسيبنا وليس فينسون، هناك مياه في الأرض أكثر من الجنة. كان رجلا حكيما بالتأكيد. لم أفهم أي كلمة مما كان يقوله. ماذا تطهو يا بان؟ طعاما مقويا للطاقة، بانتظارنا رحلة تسلق صعبة غدا. أسرع بتشغيل تلك المحطة، فليتدفق النفط بأقصى درجة. ليس هناك أفضل من حمام ساخن قبل خوض المعركة. هل ترغب في الانضمام إلي سنارشكوف؟ أعطني المزيد يا سنارشكوف، أريد أن أوسخ هذا الثلج، إنه أبيض لدرجة لا تحتمل. الضباب يرتفع بسرعة. فرحات، لا أستطيع رؤيتك. تمسكي جيداً، لكن هذا ليس أسوأ من الضباب الذي يغطي لندن. تماماً، أحسنت قولاً. قل لي عقروب، هل ما زلت معنا؟ أنا هنا ولكنني لا أعرف أين. تعليق جيد، أليس كذلك يا فرحات؟ فرحات، كيف سنجد فرحات وسط كل هذا الضباب؟ ألا يمكنك فعل شيء؟ خليط مؤلف من الشماز والفريغوليز، ها هو، ما إنه يصهر ريحا. انظر هناك. لقد أشرقت الشمس، يا له من يوم رائع للموت. سوف ينتهي أثرك في هذا المكان. كنت أعلم أنك ستفعلين ذلك. افعل شيئا بسرعة، حبلا، شبكة، أي شيء. شبكة عنكبوت. أعلم ما يجب فعله، سنقفز نحن أيضا. أيها الفانون الملاعين، سأسحقكم كالديدان. بسرعة، أصرخوا بأعلى صوتكم. سنتسبب بانهيار ثلجي. هذا هو الهدف يا صديقي. واحد، اثنان، ثلاثة. فكرة رائعة تيلدا. نعم، ولكن يجب أن نسرع وإلا سنتأخر على الموعد. فرحات، ذاك الشرير الحقيقي إيغو خان، هو ببساطة مغفل.
لحسن الحظ أنني هنا ومعي روفوس مروحية المخلصة. روفوس تعالي إلى هنا. في الأعلى هناك، القمة هي وجهتنا. لكنني بدوي يا تيلدا ولست نسرا. سنصل إلى هناك مع أو من دون أجنحة. نستطيع الآن أن نرى أين نضع أقدامنا. لكن أعتقد أنني أحببت الطريقة الأخرى. هل لديك أي أفكار مفيدة؟ يبدو أنني فقدت كل ما لدي من مكونات عندما وقعت في الشباك. لابد من أن تكون هناك طريقة. بالطبع، جسر شينفات. أنا لا أرى أي جسر. كيف ستراه؟ إنه غير مرئي. رائع. روفوس، إشعاعات مشلة من فضلك. أقوم بفعل شيئا. قلت إنني فقدت كل مكونات السحرية. روفوس، مدفعا مزدوجا وأطلق النار بزاوية 180 درجة. روفوس، أقل ارتفاعا بدرجتين من فضلك. بن، قم بتقليد سنارشكوف. تلك المروحية تطيع صوته، قلده بسرعة. والآن أستطيع وضع حد لهذه المهزلة إلى الأبد. روفوس، أشعة محللة. روفوس، أطفئي نفسك الآن. ما هذا الهراء؟ روفوس، فلتعملي مجددا. روفوس، أغلقي جميع الأنظمة. روفوس، فلتشغلي ذلك الداسر. روفوس، فلتنطفئي. فلتعملي. فلتنطفئي. فلتعملي. فلتنطفئي يا روفوس. 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 فرحات، الشمس تغيب، لنسرع. انتهى الأمر، كان ذلك سهلا، لقد نجحت. اسمع، لا تحسم النتيجة قبل تحقيق الهدف. كشلوك ميجدال ميهام نيش تلكت بويمل تكاراكوا. استمر في التقدم فرحات، استمر في التقدم. نعم، يجب ألا تتأخر عن الموعد. إن تأخرت عن الموعد سنعلق إلى الأبد. لقد وصلت، ماذا أفعل؟ أين شاريمان؟ هذا هو نور شاريمان. إن موعدي مع القدر حان أخيراً، ولكن ماذا أفعل الآن؟ ظلي.
إنه جميل جدا. أجل، فظلي هو وسيلتنا لاستعادة شاريمان. كما أصبحنا نعلم أن هذا مجرد بداية البحث، فالبلور السحري مؤلف من 7 أجزاء. هذا صحيح. المشكلة هي كيف يفترض أن نعلم أين سيكون موعدنا لنحصل على الجزء الثاني. حاذر، لا أريد أن أضع الوعاء على الخريطة. هل قلت ستضعه عليها؟ هل أضعه عليها وأرميه إلى الأعلى؟ انظر فرحات، هذا الجزء من شاريمان يضيء الخريطة. يا أصدقائي، أنا أعرف الموعد التالي. الجزء الثاني سيظهر في كابادوشا تماماً بعد 8:22:12. كابادوشا، إنها في وسط تركيا، كما لو كانت حبة كستناء. إذن ها نحن نتبع النور الساحر، نور شاريمان. هاي، إلى أين أنتما ذاهبان؟ أيها السيدان، أنا أتحدث إليكما. تيلدا، ما الأمر؟ أنتما مغادران من دون قول أي شيء لي؟ نحن فقط ذاهبان إلى الحمامات التركية. برق بخار ساخنة ومعطرة بأوراق الورد تنسينا جميع مشاكلنا وهمومنا، وتدليك باعث على الاسترخاء. خذ من الفرس الحلويات ومن العرب الجمال، ولكن للحصول على أفضل الحمامات الساخنة فالأتراك هم الأكثر مهارة. ألم يخطر ببالكم أنني سأستمتع بحمام ساخن أيضاً؟ ولكن كما ترين إنه إنه شيء خاص بالرجال. لا أصدق ذلك. مهلاً تيلدا، هل تعرف شيئاً؟ أنت شخص أناني جداً ولا يهمك سوى نفسك فقط. لكن عقروب هو من قال ذلك. دائماً تلوم الآخرين. أردت القول بإمكانك المجيء معنا. إنك لطيف بما يكفي لتعطيني إذناً من سموك. لن تذهبي معنا بالتحديد، فللنساء مكان مخصص لهن مثل المكفى. اذهبوا بمفردكم. تيلدا، إنها عصبية، ما تحتاج إليه هو حمام دافئ. وما همني أنا. هل أخبرتكم أنني زرت هذه الواحة من السلام والرفاهية من قبل؟ متى كان ذلك؟ قبل 700 سنة. ألم تقضي الوقت في الصحراء المحظورة وأنت تحرس خريطة زينين؟ لقد كنت أذهب لكي أستجم من وقت لآخر. بالطبع، لكن لا تنسى يجب تجديد الروح أيضا. أنت محق في ذلك، ولكن التجربة الأكثر إمتاعا كانت التدليك. سوف أظل أذكر حتى يوم مماتي الفتاة الشابة التي أعادت جمع جسمي بيديها الماهرتين والبارعتين. حسناً يا عقروب، لقد أقنعتنا. إذن هيا اتبعاني بسرعة، فحمام التدليك قريب من هنا. أصمد يا صديقي، ستشعر بعدها بأنك أصغر 700 سنة. ما الأمر؟ هل أكلت القطة لسانك؟ يجب أن أعترف أنني أشعر بالارتياح. نعم، ستكون بحاجة إلى النوم 40 سنة أو ربما 100 سنة. بن، أين عقروب؟ هنا.
لا أحب كل هذا البخار، لابد من أنه شرك من نوع ما. يجب أن نخرج من هنا على الفور. فات الأوان أيها الأغبياء. أين الشارمان؟ إنها ليست هنا، لقد أضعت البلورة السحرية. مسكين أنت مثل الآن. يجب أن نجد البلور. والآن ماذا يجب أن نفعل؟ انتظر لترى النقافة، هي ما تحتاج إليه في هذه الظروف الصعبة جدا يا بان. حسنا بان، هيا قم بالعمل، ارمي شريمان على هذا الوحش. أنا لست مثل فرحات. افعل ذلك. لا أعرف كيفية استخدام النقافة. لا تقلق، لقد استخدمت سحرا قويا فقط، ارفعني، هيا قم بذلك، هيا هيا. أهونكا ماكشم شماش هلينكي. ساعدني أيها المغفر، ولا تقلق بشأن إيذائي، والآن اتركها للصغير. ولكن فرحان، هل أنت بخير؟ يجب أن نخرج من هنا فورا. وكيف نفعل ذلك؟ لنسلك هذا الطريق. في أيامي كان هناك مخرج سري هنا خلف الشلال على ما أعتقد. إن لم نجده فسوف نتحول إلى طعام مشوي. يا ويلي، لا أذكر كيف يفتح. هذا يعني أن المخرج السري سر خفي علينا. ماذا ننتظر؟ الحواض البيزنطية. الأحواض البيزنطية كانوا يجمعون مياه المطر هنا لاستخدامها في الحصار. من الجيد أنها لا تمطر، وإلا لغرقنا بدلا من أن نحترق. شم شماش هلينكي. حمامات تركية طبعا. من الأفضل أن تعودي أيتها الشابة. أوه، ما هذا؟ إنه إيغوخان مجدداً. بسرعة يا بان. لن نخرج من هنا أبداً، لنعد من حيث أتينا. هناك ممر آخر لنجربه. وماذا إن لم ينجح ذلك؟ هل لديك فكرة أفضل؟ لا، ليس لدي. هيا بنا. ألم يسمع أحد منكم من قبل بمقولة لا تحدث أمواجا؟ المشكلة هي أن هذه الأمواج ليست ناتجة عن المطر، بل عن الشر. لطالما أملت أن أقتلك فرحات، لكنني الآن أرى أن إغراقك سيكون كافيا. اكتفيت من التواجد في الماء، أعدني إلى الصخرة. فرحات، ارمي شريمان عليه. لا أستطيع فعل ذلك بوجود هذه الأمواج، يجب أن نصل إلى الفتحة في الأعلى. إنها فرصتنا الوحيدة. ظلي، هل تستطيعين فعل شيء؟ حسنا، سوف أحاول. ها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 ه
أخوك افعل شيئا. لماذا لا جدوى من ذلك؟ لماذا لا تحاول زيادة منسوب المياه؟ ما الأمر يا فتى؟ هل تريد أن نستحم جميعا؟ لا أريد أن نصل إلى تلك الفتحة في السقف. ربما هي فرصتنا. نحن عمليا نغرق وسمه يطلب المزيد من الماء. حسنا، واجبي ألا أسأل، فقط علي أن أنفذ. القليل من شمندر الماشية. أصبح لدينا سحر النافورة. بسرعة. يا لها من مفاجأة! ألم يعلموكم الاستئذان قبل الدخول إلى مكان فيه فتاة؟ اتجاه الرياح مناسب للوصول إلى كبادوشيا. هل أخبرني أحد ماذا يجري هنا؟ إنها قصة قديمة، المهم ألا تفعلي ذلك مجدداً. أفعل ماذا؟ كنا لنصل إلى طريق مسدود من دونك. يا للهول، من أين أتت هذه الأشياء؟ هناك مهرجان لنادي المنغوليين في كبادوشيا. منغوليون يطيرون؟ استعدوا للحرب. لا عقروب، إنهم غير مؤذيين. اخترع الأخوان المنغوليان المنطاد الذي يطير بالهواء الساخن في فرنسا. تغيرت أمور كثيرة، أنا لم أعد أفكر جيداً. ما زال الطعام الذي أطهوه شهياً دائماً. أعطني هذه. السوداء، كان يوما رائعا. إننا على وشك استقبال زائر. أنت محق يا فرحان، وهذه المرة لن أهاجمك بالماء وحسب، بل بالرياح والنار أيضا. فهم، يحمينا البلورو من السوائق، ولكن ماذا عن التأثيرات الارتدادية؟ لحماية أنفسنا منها لدينا عقرب موهوب جدا. شكرا، ولكن البرق يجعلني أتوتر. سوف نتحول جميعا إلى شيء لاصق. لماذا علي أنا أن أقوم بالعمل القذر؟ ها؟ أنت الوحيد الذي يستطيع إنقاذنا. لا أحب ذلك، ولكن لا بأس. لنرى ماذا لدي هنا. القليل من هذا. يا إلهي، أداة لتغيير اتجاه الريح. أعتقد أن عبارتي المفضلة كانت في محلها، حمدا لله. أنت محق تماما عقرب. هل نقترب من القطعة الثانية للبلور؟ صحيح، ستظهر قريبا، يجب أن نسرع. موعدنا هو عند أعلى قمة هناك تماما. بسرعة فرحات، ما زال أمامنا دقيقتان فقط. ظلي. ها أنا ذا. سنارشكوف، مرحبا أيها الفتى، أنا أيضا لدي عرض جيد جدا وسوف تشاهده. أحضر لي البلاور.
يا إلهي. خذ هذا. آسفة، أنا على عجلة. لقد نجحت. أنت رائعة. هاي. تعال تعال إلي يا عزيزي. الآن أصبح لدينا قطعتان من البلور لنعرف أين سيظهر الجزء الثالث. موعدنا التالي مع شاريمان هو بعد 4 أيام و20 ساعة و7 دقائق و11 ثانية في وسط أستراليا. هل قلت في وسط أستراليا؟ نعم، لماذا؟ إذن من الأفضل أن نتحضر لذلك. نعم أنت محق، الطريق إلى النور ما زال طويلا جدا بالتأكيد.